كل السيدات اللي عندهم مشكل ديال لا ميغرين، ديال لي سيفالي، ديال الشقيقه، ديال صداع الراس او حريق الراس، حنايا اليوم كنعطيكم فرصه نتعرفوا اكثر على هاد الالم وعلى هاد المرض اللي في الكثير من الحالات ربما ما كيتلقالوش العلاج، ما كيتعرفش السبب ديالو شنو هو، واش هرمونات، واش عصبيه، واش اضطراب في الجسم. فطبعا اكيد لالا انتي غادي تكوني مشيتي وبحثتي عند الاطباء وكذا، بغيناكم تقولوا لينا شنو جربتوا من الوصفات الطبيعيه، شنو هي المواد اللي استعملتوا، واش عطاتكم نتيجه او لالا. اليوم دكتور عماد غادي يفيدنا بوصفات في هذا الموضوع. مرحبا بكم، مرحبا باسئلتكم، شهاداتكم على رقمنا الهاتفي دائما على اصوات 0522 77 24 24. نسمعوهم ومن بعد غادي نرجعوا باش نتكلموا على الشقيقه من الجانب العلمي والطبي، واليوم شنو موجود في العلاج الطبيعي. بداية غادي ناخدو أم زكريا معنا من مكناس، أو عفوا معنا فاطمة من فاس، ومن بعد ناخدو الأخوات معنا فاطمة نسها، فكل واحدة فيكم غادي نعملو معها باختصار. السلام عليكم فاطمة من فاس. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا على راديو أصوات فاطمة. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، كيف حال الدكتور عماد؟ بخير اختي، الله يبارك فيك. اخويا انا كنشكركم على هذا الموضوع بزاف بزاف، وهذا الموضوع هامني وشغلني هذه ملي كانوا ولدي دابا الان عنده 12 عام. نعم. ولدي تيعاني من هذا المشكل ملي كانت عنده 3 سنين. الابن ديالك اللي تيعاني من الشقيقه. ولا ما عرفتش واش الشقيقه، انا نقول لك الاعراض وما عرفتش واش الشقيقه ولا ماشي الشقيقه. انا هذه ملي كانت عنده 3 سنين ما خليت فين مشيت به. هو المشكل اللي عنده في ناس هو تيلعب تيجي يقول لي احمم راسي. الو حنا معاك فاطمه تفضلي. تيقول لي امام راسي تيحرقني، تيمشي عند واحد القسمين ماين واخا ما ينعش ماين ما يحط راسو يغمض عينيه واحد شويه فين غادي يلهب عادي. واخا قول لي الوليد ديالك عمرك شفتي شي طبيب ديال العينين؟ ديتو طبيب العينين ودابا داير النظر، دابا هذه 5 سنين هو داير النظر، ولكن المشكل هو المشكل. واخا فاش دار النظر قال لي بان النقص عنده، عنده لاميوبي يعني عنده النقص، النظر ديالو ناقص شويه. عنده النظر ناقص شويه ولكن دابا النظر مزيان. احنا تفاهمنا، ولكن راه مزيان بالنسبه لك انت حيت راه 5 سنين وما بدلش هذاك القياس ديالو، خصك تعاودي ترجع عند الطبيب ديال العينين. لا تيبدل من 6 شهور ل 6 شهور كيبدل، ودابا ملي كيبدل النظر كيبقى نفس المشكل ديال حريق الراس. نفس المشكل. واخا بعض المرات شهرين ما تيكونش عنده الحريق نهائي. فهمتك. يجي عاوتاني ملي تيجي تيجي. واخا نسولك الولد ديالك واش كتجي شي حساسيه؟ لا 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 ما عندوش. فاش حساسيه ولا كتجي الحساسيه ديال البرد ولا شي حساسيه؟ لا 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 هو حاشاك كان نيفو تيسيل بزاف. والنيف ديالو، النيف ديالو ملي كان كيسير واش شتي طبيب ديال الانف والاذن والحنجره؟ درت له لي. نعم. فاطمه انقطع لها الخط، يا ريت تعاودي تتصلي بينا فاطمه باش نكملوا طبعا معاك. هاد الشهاده هادي وماشي سهله، وليد يعني من 3 سنين هو كتجي هاد الشقيقه. ممكن تكون سينوزيت دكتور عماد؟ تكون سينوزيت، ولكن كان خاصنا في الحقيقه هي تقول لنا، لانه قالت لك هذه سنين وهي عند الدكاتره. وقفت عند ليرام. ما قالتناش من دارت ليرام. يلا فاطمه احنا في انتظار ترجعي معنا باش نقدروا اكيد. هاي رجعت معنا فاطمه على الخط. احنا كنا باغيين نسولوك، قلتي ديتي عند الدكاتره اكثر، واش الوليد ما عندوش سينوزيت؟ كان قالوا لي عنده هذوك النغنغ النيف مرادين. مرادين سي سا، الجيوب الانفيه، التعفن ديال الجيوب الانفيه سي نوع من لاسينوزيت. ولكني استعملت له الدواء ديالو حتى سالات التالي كاع حتى قالوا لي الله ينيك. ولكن المشكل مازال هو المشكل. نعم. واخا اختي نتفاهموا في هذه المساله، غير هو دابا ديك لاسينوزيت خص مره الانسان يقلب. حيت هي راه ما كت راه كنعرفوا حنا انه تعفن. لا عاطيني عاطيني رونديفو تنرجع نقلب تيقولوا لي مزيان. نعم، اذا دابا نضادر مزيان، لا سينوزيت مزيانه، ما عندوش يعني الامور بخير، الوليد ديما عنده ذاك الحريق ديال الراس. واخا دائما دائما. فقر الدم درتي ليه التحاليل ديال فقر الدم؟ لا عنده فقر الدم مزيان. مزيان، حيت علاش انا كنسول هذه الاسئله باش حتى الاخوات اللي كيسمعونا وحتى الاباء اللي كيسمعونا، باش هذه الاسئله كنطرحهم هكا باش اي حاجه كانت عندهم يحاولوا يستافدوا. اذا كنمشيو كنشوفوا الطبيب ديال العينين، كنشوفوا الطبيب ديال الاذن والانف والحنجره، كنعاودوا نشوفوا التحاليل ديال الدم واش مزيانين، واش الوليد عنده الامور بخير.
اذا نخليك في الاستماع ان شاء الله في الاخر ديال الحلقه غادي نعطي وصفه كتدهن. اذا الوليد شحال في عمره؟ في عمره 3 سنين. ف دابا عنده 12 عام. دابا عنده 12 عام. اذا 12 عام غيمكن له يدير الوصفه اللي كتدهن والوصفه اللي كتشرب. اذا خليك معنا في الاستماع. مرحبا. مرحبا. ما يكون باس عند وليدك فاطمه. معنا فاطمه هذه المره من الدار البيضاء. اهلا فاطمه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك فاطمه الزهراء. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك انت فاطمه الزهراء ومرحبا بك. فرصه سعيده هذه في حديث ومغزل. تبارك الله على الدكتور عماد. الله يبارك فيك اختي. بزاف هذا واجب اختي. الله يبارك فيك. شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك اخويا. السؤال ديالي الاول، انا عندي فورس ميوبي ودايره نظاظر ودوك الشيء وبالتظام عند الطبيب هذا، غير مره تجيني نص تاع راسي تضرني سيرتو من يعني النص اليسر، نص اليسر ومع حتى العنق شويه من اللور. نعم. ما واحد البلاصه باغسيل. حتى عينيا من الفوق تضروني. نعم. واخا شحال وانت فيك يعني البصر النظر عندك قليل، شحال المده؟ ماشي مره ما تجينيش دائما، مره ما كتجيك مره تجيني تنشرب عليها الدواء ديال الراس. المهم تشرب. لا داعي لذيك الاسماء. فهمتك. يعني كناخذوا واحد المضادات ديال الصداع، يعني المضادات ديال الصداع. وهذه الحاله هذه كتنقص. واخا. اذا بعدا اول حاجه غادي نشوفوا الا كنا اي واحد كيدير نظاظر ولا اي واحد عنده العينين ديالو فيهم يعني فيهم شي مرض ولا شي حاجه، خص ضروري بعدا نمشي نشوفوا لوختوبتيست. لوختوبتيست هو المكلف بالعضلات او الاختصاصي اللي كيعبر لنا العضلات العينين ديالنا واش باقيين صحاح ولا لا. تفاهمنا؟ كنمشيو عند هذا المروض ديال العينين. هذا ضروري ومؤكد، ولو مره في العام ولو مره في العامين نمشيو نزوروه باش نشوفوا واش العضلات ديال عينينا مزيان. لان العضلات ديال العينين الا كانوا مرخيين، الا كنا كنعطيوهم الدرك، الا العضلات العينين ما كناش كنريحوهم، خاصه ان كاين بعض العديد ان ما كينعش بكري، كيستعمل هذا كيستعمل التليفون، كيستعمل الحاسوب، يعني النوعيه ديال الحياه دابا ولا فيها واحد ستريس، هذا ستريس هذا كيمكن ياثر على العضلات ديال العين. نشوفوا بعدا حتى العضلات ديال العين واش ما فيهمش شي مشكل. الا كانوا مزيانين فهنا هاد الصداع هذا، الا كانت الامور كلها بخير وما كاين حتى شي انومالي، يعني ما كاين حتى شي حاجه كتقول لنا ان هاد حريق الراس جاي من شي مرض، فهنا كيمكننا نهضروا على الشقيقه. تفاهمنا؟ انا في الاخر ديال الحلقه غادي نعطي ان شاء الله الوصفه للمساعده ديال الشقيقه، وخليك في الاستماع. وضروري انك دابا دايره نظاظرات ما فيها باس، ديري غير واحد الزياره لهاد الاختصاصي اللي قلت لك وان شاء الله الامور غتكون بخير. تهلا فرنسك فاطمة الزهراء، تحية ليك ولكل من كتابة راديو أصوات بالدار البيضاء الموجة 104.3. معنا من مدينة الرباط نزهات، وما غناخدو أم زكريا يعني بالترتيب وعلى حسب كل وحدة فوقاش اتصلت بينا. غير شوية ديال الصبر غنعطيو كل وحدة حقها. نزهة أهلا مرحبا بك. تحية لناس الرباط. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على البرنامج، كنشكركم بزاف وكنشكروا الدكتور عماد اللي استفدنا منه الكثير. وراكم سفيرات البرنامج حديث ومغزل، كنعاودوا نذكروها سفيرات لينا. بارك الله فيك. وكنشكر الدكتور عماد وكنطلب منه دابا المساعده. انا كيضرني راسي هذه واحد العناين. أيوه. ومشيت للطبيب وكان يقول لي ما عندك والو غير الاعصاب، بقى كيعطيني غير الادويه 6 شهور وانا في الادويه. ومن بعد انا طلبت منه يعطيني سكانير، ملي درت سكانير بان لي انسداد الشرايين في المخ. ودابا عطاني غير شي مسكنات وديك كالديزيك صافي، وما جبرتش عليهم في تحاليل. هذا على ديك الاسماء التجاريه. نعم. اذا عندك ما جبرتش عليهم شي تحسن، عيطت شي موال. عندك شي كنطلب شي مساعده من الدكتور عماد. عندك شي عريق مشدود في المخ في الدماغ. بالضبط. لكن ما خليش الاكسجين يقول. فهمتك. تينقص الاكسجين في الدماغ ديالك وداك الشيء اللي كيعطيك ديك الزياره. هذا كيدير لي الدوخه. نعم اختي. غنسولك اختي واحد الحاجه، مشيتي هذا اختصاصي ياك؟ اللي مشيتي عندك؟ طبعا جهاز العصب. جهاز العصب. نعم جهاز العصب. فماشي قضيه ان الادويه تخادت وما عطاتش المفعول ديالها، قضيه ان كل ذات وكيفاش كتحكم. تفاهمنا؟ غير باش نتفاهموا في هذه المساله عافاك، باش نوقفوا عند هاد الامراض، حيت هذا كيهمنا كاملين. انا منكم حتى انايا، وبحكم التجربه وبحكم انني ود الاسره ديال وزاره الصحه، فالطبيب كيكون عنده واحد الموديل ديال الشفاء ديال اي مرض، كيكون عنده بعض مجموعه ديال الادويه. ولكن هاد الطبيب اش كيدير؟ خصك تتبع معاه، حيت كاين بعض الناس اشنو كيديروا؟ كنمشيو عند الطبيب
15 يوم 20 يوم شهر شهرين ما كيقضي لي ما كيقضي لينا الدواء والو، كنمشيو كنخليو الطبيب وكنقلبوا على طبيب اخر اللي كيبدا معنا من الاول. فالجهاز العصبي وخاصه هاد الامراض هذه بحال هكا او هاد الامور اللي كتكون ما مفهوماش، نبقى غادي خطوه بخطوه مع الطبيب. اذا في الاول كيعطينا واحد المجموعه الادويه مثلا مضادات للالتهاب، منين ما كتقضيش كيمر معنا الامور اخرى وكيمر التحاليل اخرى وكيبقى معك دقه دقه حتى كيلقى السبب شناهو. اذا هنا الطبيب شاف ان كاين واحد الانسداد ديال الشرايين في الدماغ، ولكن راه ماشي بديك الخطوره اللي كنهضروا عليه حنا، حيت كي لا كان انسداد الشرايين في الدماغ وبديك الخطوره ديالو فمباشره الطبيب غادي يقول لك انك خصك تفتحي. اذا هادي شنو هو؟ ان بعض الحالات العريقات ديالنا ديال 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 الراس بحال كيضيقوا شويه، يا اما كتكون وراثيه يا اما كتكون خليقه من عند الله سبحانه وتعالى، او كتكون بعض الامراض المزمنه اللي كتسبب هاد المساله هادي، منها البدايه ديال السكر او بعض الامراض اخرى. اذا هاد الدواء علاش كيتعطى؟ هذيك لاسيد اسيتيل ساليسيليك اللي في ديك الماده اللي هضرتي عليها، هاد الماده كتعطى باش كتجري الدم واحد شويه. اذا ملي كيجرى الدم كيزيد على الجريان ديالو العادي، كيتحرك بواحد السرعه كبيره شويه وكيخلي الاكسجين يجي بطريقه كثيره. اذا هذه الا تبعتيها غتعطيك الا المنفعه، ما غاديش يعطيك مضره للداس ديالك. وردي البال لان هذا الامر هذا الا ما كنتيش كتاخذي هذاك الدواء راه يقدر ياثر لك على القلب، وهذا هو الخطر، ان القلب يتضرر والقلب يضعف ولا قدر الله يوصلك لشي امور اخرى. بالنسبه للمساعده بالنسبه ليك وبالنسبه للاخوات اللي كيسمعونا اللي عندهم هاد كيحسوا بانسداد ديال الشرايين، حنا كنهضروا الخفيف ماشي المزمن، ركزوا معايا، الخفيف ماشي المزمن. غادي تاخذوا جينكو الجناكه، جينكو بيلوبا، الجينكو اللي هي نبته راه متواجده دابا تبارك الله في الاسواق ديالنا. هاد الجينكو يا اما غتاخذوها خبره يا اما تاخذوها من الصيدليات، راه بحال بحال، حتى هي كتكون مواد طبيعيه. الا خدينا غبره كناخذوا نص معلقه صغيره ديال الجينكو وكنخلطوها في كاس صغير ديال الماء مغلي، كنخليوها 15 دقيقه حتى كتطلق، كنصفيوها كنشربوها نص ساعه بعد الفطور يوميا مده ديال 3 شهور، فهي كتساعد على التهويه ديال الدماغ. خديتوها من الصيدليات، الا خديتوها من الصيدليات فالصيدليه هي اللي فالصيدلي هو اللي غادي يعطيكم المقدار اللي غتاخذوا منه. إذن مادة الجناكة أو الجينكو كاين في الصيدليات، غادي تلقيها نزهة وانت في مدينة رباط غتلقيه متوفر، وما يكون عندك بس الله يجيب الشفاء إن شاء الله. بقاتنا أم زكريا، غادي ناخذ سؤالك يا أم زكريا مباشرة بعد هذا الفاصل دائما على راديو أصوات. أم زكريا من مكناس، صباح النور، مرحبا بك على راديو أصوات. الو السلام عليك اختي سناء الزعيم، كي درتي بخير؟ الحمد لله. لاباس عليك حبيبه، وكنشكركم على البرنامج وسعاد الدكتور عماد. الله يبارك فيك اختي، انتم على الشكر الجزيل. وكاع اللي كيسهر على هذه الاذاعه الزوينه، كنشكركم كلكم على البرامج ديالكم. منوره بكم هذه الاذاعه. وناخذوا سؤالك يا ام زكريا. واخا اختي الله يجازيك بخير اختي، انا سمعت على كنفصل عدد مرات واليوم عاد ساعدني لحد باش نهضر على نهار كبير. انا عندي مهم هادي شي مده شي راه ديال 10 سنين وانا كنعاني من هاد لاسونيزيت. وكنمشي كيقولوا لي غير لاسونيزيت فاش مشيت للطبيب ديال الحساسيه قال لي عندك الحساسيه في النيف هي اللي تدير تعمر لك هذوك الجيوب ديال لاسونيزيت وجهي ديما. المهم تلقى مشكل لا في البرد ولا في الصيف ولا في سميتو. ودابا اختي الله يجازيك بخير الا كان شي مساعده طبيعيه. نعم، فغادي نعطي وصف المساعده. والله يجازيك بخير خويا الدكتور عماد، بغيت نسولك عافاك على داك الزيوت ديال بودور العنب وزيت البرتقال وزيت ارغان التجميل، واش ممكن نديرهم للوجه ديالي؟ غديرهم بالليل اختي، غادي ديرهم بالليل، غتدهني هاد الوصفه غتستعمليها بالليل لان فيها زيت ارغان، صافي والصباح تغسلي وجهك عادي وماشي مشكل. خويا اذا غادي بالنسبه لاسينوزيت، إذن الجيوب الأنفية اللي كيوقع فيهم واحد التعفن، غادي نديروا واحد الوصفة ديال المساعدة. فهاد الشيء راه ضروري الدواء وضروري دوك الميكروبات خصهم الدوايات باش كيقضيو عليهم، لأن النباتات بوحدها ما كتعالج وهي كدير من الأسباب ديال الشقيقة. وماشي أي واحد عنده كيحس بنيفو مخنوق ولا فيه الحساسيه غيقول راه عندي لاسينوزيت، هادشي خص حتى الانسان يمشي عند طبيب مختص هو اللي يقول له يشخص واش فعلا عنده لاسينوزيت او لا. نعم. اذا الناس اللي شخصوا الاطباء دكتور عماد انهم عندهم اون سينوزيت، شنو هي الوصفه اللي غتعطي للمساعده؟ كنعاودوا نذكروا مع احترام يعني البريسكريبسيون ديال الطبيب والوصفه الطبيه. نعم. وتتبع هذاك الشيء بانضباط. نعم، فهذه وصفه مغربيه قديمه، غير انا غادي نعطيوها بمقادير
اللي غادي مضبوطه مقادير علميه. اذا مريوت كتاخذوا ورقه ديال المريوت ما كنشربوهاش، ردوا البال المريوت راه ما كتشربش، راه كتشتت الكبده. اذا المريوت كنطبخوها في الماء وكنهزوا ديك الورقه الخضراء اللي طبخنا في الماء ديال المريوت وكنمشيو للانف ديالنا كنعصروها، كنديروا جوج قطيرات في كل قنت في الانف ديالنا، فقط جوج قطيرات ما كنزيدوش عليهم. هاد العمليه كنداوموا عليها يوميا مده ديال شهر، فهذا كيساعد الجيوب باش كتنقى وكيساعد كمضاد البكتيريا والفطريات وكيرفع حتى من القوه ديال الدواء الا كنا كناخذوه مضاد التعفنات الجيوبيه. دكتور هماد، حنا دابا تكلمنا وسمعنا من خلال الشهادات ديال السيدات انه كاين بين الاسباب ديال لا ميغرين او ديال الشقيقه مشكل بصري، مشكل حساسيه، انسداد عرق العرقات في الدماغ. ويعني هذا شنو كيشخص؟ كيشخص انه الدماغ ديال الانسان كيكون كينقصوا الاكسجين. كنعرفوا ايضا على انهم بين الاسباب الاخرى كاين اضطراب الهرمونات عند السيدات، لانه شحال ديال النساء اللي كتجيهم هاد الشقيقه وكيتزير عليهم راسهم ما قبل الدوره الشهريه، في ديك الاسبوع اللي قبل الدوره الشهريه كتكون من الاعراض، او ايضا اثناء فتره الخصوبه. كاين ايضا السيدات اللي كيجيهم هاد الشيء لانه عندهم مشكل ديال الضغط الدموي، كتكون تنسيون نازله طايحه. نعم. كاين ايضا السيدات اللي عندهم الذات ديالهم ما كيدورش فيها الدم بشكل طبيعي، وهذا الشيء ايضا بين الاسباب اللي سمعنا ديال الاكسجين اللي كيكون ناقص في الدماغ، لانه الدم كيكون شويه خاطر ثقيل وماشي جاري. فاليوم من خلال العلاج الطبيعي، شنو هي المواد الطبيعيه اللي مع المده بينات على انه عندها مفعول وكتخفف هاد الالم؟ اليوم مثلا في لي بارا فارماسي كنلقاو دي غيون ديال الزيوت الطبيعيه، انا شخصيا يعني كنت جربت واحد منهم داير بحال ستيك، هو قرعه صغيره وفيها الراس ديالها باش كتحط داك الشيء هكا على الجبهه. نعم. ورا الودنين مثلا كانت خلطه ديال الزيوت الاساسيه، فيها الزيت الاساسيه ديال البرتقال، الزيت الاساسيه اعتقد ديال الخزامه. نعم. كانت خلطه زيوت اللي شنو كدير؟ كترخي، كتعطي واحد الارتخاء عضلي، وبالتالي كتنقص من داك التشنج والحداد الالم ديال الشقيقه. انت دكتور عماد يوم حددتنا شنو هي المواد؟ نعم، غير هو دائما كنعرفوا اختي سناء في حديث مازال مع سناء الزعيم، دائما كتكون المعلومه الحصريه. فالمعلومه الحصريه اللي غنهضروا عليها اليوم هو خصنا نعرفوا بان الانسان اللي كيكون عنده الحساسيه، يعني بينت المعلومات ان الناس اللي كتكون كتجيها الحساسيه بزاف او كيكون عندها الحساسيه وراثيه كيمكن تصاب بالشقيقه واحد في جوج ديال الناس. نعم. اذا بهذه القيمه هذه يعني تقريبا 50%. هذا الشيء عاش من علاقه عنده عنده علاقه بواحد لو فيرم، واحد الانزيم اللي كيتسمى دي امينو اوكسيداز اللي كيتفرز في الدماغ ديالنا. هذا الانزيم شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو اولا كيوازن لنا الهيستامينات. الا تذكرتم ملي كنهضر لكم على الحساسيه كنقول لكم الهيستامينات. هاد الهيستامينات شنو هما؟ هي مواد اللي كتفرز في الدم ديالنا ملي كتجينا من الماكله. وهاد دي امينو اوكسيداز اش كيدير؟ كيوازنها، ما كيخليهاش تفوت القياس. اذا ملي كتفوت القياس في الدم ديالنا شنو كيوقع؟ ان كيولي العروقه ديالنا كيتسدوا واحد شويه، كيولي الدماغ ديالنا ما كيخدمش بطريقه طبيعيه، وهنا كتشدنا الشقيقه. اذا دابا السبب الرئيسي الاول هو الحساسيه. اذا كل ما كانت مرتفعه الهيستامينات في الداس ديالنا كل ما الشقيقه كتكون. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين ما هو وراثي، ان الانسان كتكون الشقيقه عندهم متوارثه. فاحنا باش نحاولوا كاع نتجنبوا هذا الامر هذا، الناس اللي عندهم الشقيقة راه كيعرفوا راسهم عندهم الشقيقة. إذا قبل هاد الشقيقة هادي ما تجيني، هادي غادي نعطيوها وقاية. هاد الوصفة اللي غنعطي الطريقة ديال الوقاية من الشقيقة، وكذلك غنوريكم كيفاش تستعملوها كعلاج للشقيقة. إذا كوقاية، هاد الوصفة اللي غادي ناخذوا فيها هادي وصفة للدهن، غنعطيكم وصفة للدهن ووصفة للشرب. إذا الوصفة اللي غندهنوها ضد الشقيقة لا ميغرين، غناخذوا الزيت الأساسي ديال زهرة البرتقال، لويل دو فلور دون لويل اسونسييل دو فلور دورونجي، الزيت الاساسي ديال الياسمين لويل اسونسييل دو جاسمان، زيت اللوز الحلو لويل داموندوس، وزيت البابونج لويل دو كامومي لويل فيكس دو كامومي. اذا الزيت الاساسي ديال زهرة البرتقال والزيت الاساسي ديال الياسمين 10 ديال النقاط من كل زيت كنخويوهم، كنزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو
وثلاثه المعالق كبار ديال زيت البابونج، تخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى يتخلط. كتاخذوا شويه بالصبيع ديالكم في هذاك الخليط وكتدهنوه في النوادر ديالكم، اذا في النوادر في الجبهه في القنوته ديال الجبهه ديالكم، وكتدوزوه بمساج حتى كتلاقيو الصبع ديالكم في الوسط. هذه العمليه كديروها 10 ديال المرات فقط، وكتخليو داك الزيت او هذا الخليط يمتص، كيدخل مع المسام كيمشي كيريح الدماغ، كيعاون دوك العريقات باش كيتحلوا واحد شويه، وكيعاون حتى الاكسجين باش كيولي كيدخل بواحد الطريقه منتظمه. هذه اذا للوقايه، منين تبدا تدخل ديك الفتره اللي كتحسوا بها الشقيقه كتجيكم، بحال دابا داك لو بون دو سيزون، يعني الفتره اللي كندوزوا بها من فصل لفصل، فهنا هاد العمليه غديروها 15 يوم. منين غتكون التحولات الهرمونيه عند النساء، مثلا قبل العاده الشهريه كندهنوا كنديروا هاد المساج هذا واحد السيمانه قبل ما تجي الدوره الشهريه. بالنسبه للمرضعات فكيمكن لهم انهم يدهنوا هاد الوصفه هذه، خاصه من يبداو قبل يعني غير يولدوا، يحسوا انهم يبداو يرضعوا فيهم هاد الشقيقه، فيستعملوا هاد الوصفه هذه واحد المده ديال 20 يوم، ولكن الحوامل ما يستعملوهاش لانها ما غتصلحش لهم. هذا بالنسبه للوقايه. وبالنسبه للعلاج، مورا ما كتجي الشقيقه كنستعملوا هاد الوصفه هذه، وكنداوموا عليها مده ديال شهرين، من شهرين حتى لاربع شهور، فماشي مشكل. مشى الالم في شهرين كنحبسوها، حسينا بان الالم باقي شويه بدا كينقص، نكملوها حتى اربع شهور، باش هكا كنحميو الراس ديالنا من هاد الشقيقه هذه باش ما ترجعش. هذه كانت وصفه للدهن. نعم. اذا وغنمشيو للوصفه ديال الشرب، غادي نستعملوا فيها مرد الدوش لا مارجولين، غنستعملوا فيها لا كامومي البابونج، وغادي نستعملوا فيها غنستعملوا فيها اليازير لو غوماغا. اذا اليازير، وردوا معايا البال باش هاد الوصفه يشربوها الناس كاملين، حتى الناس اللي عندهم الضغط، لان كتعرفوا ان اليازير كيطلع الضغط، ولكن الا خدمناه بواحد المقدار معين ما غيضرناش، وقيدوا هاد المقادير كما هي، واللي خدا هاد الوصفه يقيدها كما هي. ماشي اليوم غنقولوا معلقه كبيره ديال مرد الدوش، من بعد في مواقع التواصل الاجتماعي غادي نلقى كيلو ديال مرد الدوش، والوصفه كتولي كدار بطريقه عشوائيه. خذوا الوصفات عفاك كما هي وكما خديتوها من عند الدكتور عماد. اذا مرد الدوش كناخذوا معلقه كبيره، البابونج كناخذوا معلقه صغيره، هادشي كلشي يابس. واليازير كتاخذوا منه 10 ديال الوريقات. الوريقات راه ماشي دوك العروشه، دوك الوريقات حيت كنعرفوا العرش لاصقين فيه وريقات صغيورين، هادوك الوريقات تاخذوا 10 ديال الوريقات فقط. هاد الخليط هذا كامل غتخويو عليه كاس كبير ديال الماء مغلي، تخليوه حتى يطلق مزيان، وغادي توليو تشربوه 3 السوايع قبل ما تنعسوا في الليل، وغادي تداوموا عليه مده ديال شهرين فقط. وفي الشهر الاول مع المساج مع هذا المشروب هذا، الامور غترجع للمجاري ديالها ان شاء الله. هاد الوصفات دكتور عماد شحال المده ديال الاستعمال ديالها؟ فالمشروب شهرين، والوصفه اللي الدهن من شهرين حتى اربع شهور. ابتداء من اش من سن؟ ابتداء من 10 سنين، من سن 10 سنين يمكننا نستعملوا هذه الوصفات بهذه الطريقه هذه. واش سيده مثلا اللي حبله ممكن تستعمل هذه الوصفات؟ ما تستعملهمش. اذا المراه اللي حامل نعم. ما تستعملش هذه الوصفات، وكنعرفوا على انه الكثير من السيدات اثناء فتره الحمل كتجيهم ايضا الشقيقه، وهذا الشيء راجع للهرمونات. الهرمونات وياخذوا البابونج. البابونج انا عندي، عندك البابونج وعندك الويزا. بالنسبه للحوامل اللي ما عندهمش الطونسيون طايحه ياخذوا الويزا، اللي عندهم طونسيون طايحه ما ياخذوش الويزا، وياخذوا البابونج معلقه صغيره ديال البابونج في كاس كبير ديال الماء مغلي، خليوها تطلق ويوليو ياخذوها من الليل، غتعاونهم واحد 50% ولا 60% باش يرتاح. في العادات المغربيه كنعرفوا على انه السيدات اش كيديروا، كيحزموا راسهم كيزيروا عليه او كيعزيوه بشي دره مثلا، كيقدروا ايضا يديروا شرائح ديال الحامض على النواضر وعلى الراس التحت. واش فعلا مثلا هذه العاده كتنقص من حده الالم؟ واش ديك الشرائح ديال الحامض او الشرائح ديال البطاطا اللي غالبا ما كتستعمل لخفض درجات الحراره المرتفعه ملي كتكون السخانه طالعه مثلا؟ كنعرف على ان هذه من الوصفات الناجحه، كنديروها للدراري الصغار، كنديروا لهم بطاطا خضراء ما طيباش شرائح وكنعزوها على راسهم. واش شرائح ديال الحامض فعلا كتنقص من حده الالم؟ فالشرائح ديال الحامض ولا ديال البطاطا هي مواد اللي كتوازن التوازن الحراري، اذا ملي كنحطوا على الداس ديالنا كتكون مع داك الحريق، كيكون داك الحراره طالعه في داك القنت،
ملي كنبردوا عليها الحراره كنحسوا بواحد الارتياح، ولا الا زيرنا عقلتي بان قلنا العروقه كيتزيروا شويه كيكونوا رقاق، ملي كنزيروا بحال كنرفعوا ضغط الدم في الراس. ولكن في بعض الحالات راه ديكونسي يعني ما نقدروش غير منصوح اننا نزيروا الراس ديالنا، فمن الاحسن نستعملوا هذا المساج ونحاولوا ما امكن نريحوا راسنا فاش تكون لا ميغرين، يعني فاش تكون الشقيقه الظلام والراحه، ونعطيو اتساع واحد شويه للتليفون، يعني نقولوا بهذه العباره نطلقوا التليفون واحد 7 ايام ولا 10 ايام غير ترجع لينا الصحيحه ديالنا، وديك الساعه ماشي مشكل. واش تشد ليك القدمين في بعض المناطق لا ريفلوك لا ريفلكس فوالا لا ريفلكسولوجي، واش عندها مفعول؟ فاي حاجه كتساعد على الارتخاء، اي حاجه كتساعد على لو بيانيتر يعني الراحه الطبيعيه، فهي كتعاون باش نتهناو من الشقيقه. حنا موصلين معكم، مازال غادي نشوف واش صحيح او خطا الحرمل والعسل خليط اللي كيصلح لمحاربه السرطان. غلط غلط غلط، لان 200% غلط، 200% وخاصه دابا بانت في مواقع التواصل الاجتماعي. وفعلا حنا هذه الفقره راه كنوقفوا من خلالها على مجموعه الامور اللي منتشره بكثره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فكنصحوا معكم هذه الافكار بشكل علمي دقيق وطبي كذلك. نعم. إذن غلط 100%، غلط 100%. وهذه المعلومة اللي كتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحد الشخص كيقول لهم جلس في السيارة ديالو وكيعطي في الوصفات هكاك عشوائيا، كيخرج على الناس بهذه العبارة هذه، كيقول لهم حيدوا الدواء وخذوا كيلو ديال الحرمل وخلطوه مع كيلو ديال العسل وغتاخذوا معلقة كبيرة في الصباح وفي الغداء وفي الليل. فهاد السيد هذا ماشي كيقلب أنه يعاون، هاد السيد كيقلب أنه يقتل الناس بهذه العبارة هذه، لأن الحرمل الا فتنا 5 ديال الحبات ديال الحرمل، كتعرفوا الحرمل فيه حبيبات دوك الرويصات ديالو، الا فتنا 5 في النهار فكتولي ماده سامه اللي كيمكن تقتلنا، والحرمل ماده سامه فيه لاغمين وفيه البيغنين اللي كتحبس الجهاز العصبي، والا زدناها مع العسل فحنا كنرفعوا من درجه التسمم ديالها 10 ديال المرات. اذا هذه الوصفه مغلوطه مغلوطه مغلوطه، وردوا البال لانها كتؤدي للموت. إذن إلا شي واحد قال لكم استعملوا الأعشاب ضد السرطان، راه دائما كنقولوا حتى حاجة ما تقدر تعوض العلاج ديال الكيميائي، وكذلك ما تقدرش تعوض الدواء، خاصة في أمراض اللي هي يعني ثقيلة بحال مرض السرطان. حنا الآن غادي نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي طرحوهم علينا المستمعات ديالنا، وأنا كنقول لهم مرحبا بهم دائما. عندنا الأخت سما فاطمة اللي كتسولك دكتور عماد على ماماها راسها يعني كيضرها بشكل كبير، وإلا ما دارتش الشبكة وتيقولوا لها ما عندها والو، علما أنها عندها الروماتيزم في القلب. نعم، إذا درت الإلكترونسيفالوغرام، هي ديك الشبكة اللي كنديروا عند الاختصاصي ديال الجهاز العصبي. فإلا كان عندها الروماتيزم في القلب فهذا يقدر يكون عنده علاقة، لأن خصها تاخذ الأدوية ديالها منتظمة، لأن كيقدر يكون اضطراب في الضغط الدموي هو اللي كيعطيها هذه الحريقة ديال الراس. إذا تمشي عند الكارديولوج يعني الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين ويشوف معك هذه المسألة هذه، إذا كان الدواء غيتبدل يتبدل، إذا كان غيزيد فيه في القيمة ديالو غيزيد، ويزيد لك البعض ديال لي زونتيكواغيلون بحال لاسيد أسيتيل ساليسيليك اللي هضرنا عليه، وإن شاء الله راه غتولي بخير. حنايا عندنا سؤال ديال نانو مدار بيضاء كتسولك دكتور عماد على حب الرشاد. نعم. واصحاب الضغط الدموي لي بيرتونسيون ارتيريال، واش مزيان ليهم او لا؟ حب الرشاد لي غران دو كريسون ما كنستعملوهاش عند الناس اللي عندهم الضغط مرتفع، لانه كيرفع الضغط، وحب الرشاد حاولوا عافاك تنقصوا منه، لانه شتو عاوتاني سالينا مزريعه الكتان، هو دابا ولا حب الرشاد متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس ولات كتعاطى ليه بزاف. راه مؤخرا في الدار في البيت ديالنا جات واحد الصديقه ديال الوالده ديالي وكتقول ليها باش المفاصل يوليو بخير غتاخذي معلقه كبيره ديال حب الرشاد وتشربيها مع الحليب يوميا. فقلت لها الحاجه هذا الشيء الا خديتيه راه غيولي عندك اضطرابات في الغده الدرقيه، وغادي يولي عندك مشاكل في الكبد والكلي. فردوا البال الله يرحم الوالدين، وما نبقاوش نعطيو المعلومات العشوائيه. اذا حب الرشاد لا يستعمل نهائيا باش نتهناو، كاينين امور اخرى طبيعيه امنه اللي يمكننا نستعملوه. ليبرتونسيون ارتيريال، ليبرتونسيون ارتيريال، الريجيم الضغط الدموي المرتفع، الطونسيون طالع، الريجيم ديالنا اللي كيعطينا الطبيب
واش غادي يكون نقص من الملحه ولا زايد في الملحه، والدوايات ديالنا والحركيه والماء بزاف، الامور غتكون بخير، وتجنبوا الاعشاب الله يرحم الوالدين في هذه الامراض هذه، لا بالنسبه للضغط ولا بالنسبه للسكر ولا بالنسبه للامراض المزمنه كامله. عندنا كذلك ريحان الناصري اللي كتسولنا دكتور عماد على شي وصفه للصدفيه، بنتها عندها قالت لك في العمر ديالها 7 سنين وفيها الصدفيه بدات فيها من هذه 3 سنين. نعم. وراها حيره ما عرفاتش شنو دير ليها، فما غلقوش ما احسن من زيت العطرشه الجيرانيوم، الويل دو جيرانيوم، ناخذوا زيت العطرشه 2 معالق كبار، زيت البابونج 2 معالق كبار، ومعلقه كبيره من زيت اللوز الحلو، غتخلطيهم مزيان، وغيخلطوهم كاع الاخوات اللي عندهم الصدفيه او عندهم وليداتهم عندهم الصدفيه، غيخلطوا هذا الخليط هذا، وغادي يبداو كيدهنوه من الليل لليل في الاماكن اللي عندنا فيهم الصدفيه بواحد الماساج ديال 10 ديال الدقائق، وكنباتوا بهذا الخليط يوميا، كنداوموا عليه حتى كنحسوا بان الصدفيه بدات كتنقص في هذيك الحكه وديك الحموريه، وكنحسوا براسنا اننا ولينا مرتاحين. سلوى انا كنقول لك الله يشافيك والله يزيد فرحتك، وسلوى اللي كطلب منا على الصفحه ديال الفيسبوك انه اولا بلغ لك السلام ديالها وسلامها للجميع، وكذلك كطلب منا ندعيو معها بالشفاء وبالسلامه. فاللهم اشفيها يا رحمن ويا رحيم يا رب العالمين، ونهزوا يدينا كاملين ونقولوا يا ربي كاع الاخوات ديالنا ولا كاع الاخوان ولا اي واحد كيسمعنا واي واحد قريب لينا ولا كيعرفنا من بعيد، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرزقوا الصحة والعافية إن شاء الله، ويشافيه ويعطيه كل من هو في خاطره يا رحمن يا رحيم يا رب. آمين آمين يا رب. عندنا كذلك سؤال ديال أحلام، أنه كتقول لك ما وصلتهاش النوبة، ولكن حنا غنجاوبوا على سؤالها. كتجيها الشقيقة بزاف وما عرفتش أشنو دير ليها. نعم، إذا الشقيقة خصنا نحددوا واش الشقيقة، قلنا غنمشيو عند الطبيب ديال العينين ونشوفوا العضلات ديال العينين، يعني طبيب العينين ديال النظر ومول العضلات ديال العينين لوغتوبتيست، نشوفوا الانف والاذن والحنجره الطبيب حتى هو يشوفنا واش ما عندناش شي مشكل، وثالثا نشوفوا التحاليل ديال الدم ديالنا ونشوفوا واش ما عندناش الضغط الدموي. اذا كانت هذه الامور بخير كامله ما عندناش الحمد لله حتى شي حاجه، نستعملوا الوصفه اللي عطيت اللي فيها اللي عطيتها ديال الدهين وديال الشرب، وان شاء الله غادي تلقاو عليها الراحه. سعاد بوختاره هي كتسولنا على نفس الحاله، يعني كتوصف لنا هذه الحاله ديال الشقيقه، انها كتحس براسها بحال الا غادي تموت بعض المرات، وكتولي كتبكي وكتغوت حتى كيفوتها الحال، دارت جميع التحاليل ما عندها والو، وشهر 8 هذا اللي داز قالت لي كل دوزاته فيها الحيضه ما عرفتش اشنو هذا الشيء، في عمرها 49 سنه كتطلب منا مساعده دكتور عماد باش تنصح. إلا كانت الدوره الشهريه عندها فاتت القياس ديالها، فانا خصني نشوف اختصاصي او اختصاصيه ديال طب النساء، يعني باش نشوفوا علاش، لان ملي كتولي الحيضه ما مقاداش او كيولي اكثر من المده ديالها، فهنا كتولي امور عضويه، خصنا نديروا لها التحاليل، خصنا نديروا لها المنظار، خصنا نشوفوا، خصنا نديروا ليكوغرافي باش نعرفوا شنو كاين. وفي الغالب هذا مادام عندك هذا الحريق ديال الراس اختي، هذا عندك الهرمونات يعني تخربقوا ما بقاوش مقادين، فضروري يمشوا عند الطبيب. ومازال كنأكد اضطرابات الهرمونات ما كاينش النباتات اللي كتقادهم الا الله سبحانه وتعالى والطبيب اختصاصي او الاختصاصيه في طب النساء او في الهرمونات او في الغدد عفوا. اذا هاد جوج ديال الناس هما اللي مشاو نقصدوهم، وهما اللي ان شاء الله غادي نلقاو عندهم الحل. فاطمه الزهراء كتسولنا على زيت الزعتر وزيت اللوز المر، عندها لاش تقدر تستعملهم؟ اذا زيت الزعتر وزيت اللوز المر غتاخذي معلقه كبيره من زيت اللوز المر، لان كيكون قاصح شويه على البشره، معلقه كبار ديال الزعتر، خلطيهم مزيان، غدهنيهم على البشره ديالك، كانوا الحبوب او كانوا البقع او باش تردي ديك النضاره داك السر ديال البشره ديالك، يمكن لك تستعملي هذه الوصفه هذه، هي فيها ثلاثه ديال الحوايج كيمكن تعالج البشره ديالنا. غنرجعوا لموضوع الشقيقه، وام ادم كتقول لنا على انه ملي كانت كتجي هذيك لا كريز ديال لا ميغرين، داك الصداع ديال الشقيقه. نعم. كانت كتبخر بالكرويه بالسكر سنيده بالزعتر وبالحبه السوداء. دابا كتستشر هي معك واش هادشي اللي كدير واش صحي او مضر بالصحه؟ فانا كنشوف هنا بعدا فهاد المواد كاع كامله كاينه لينيالاسيون، حنا كصيادله كانت العلاج بالشم بالاستنشاق. نعم. بالاستنشاق لينيالاسيون هي، ولكن مواد اللي كتكون مضاده كنقولوا حنا كترخي او مضاده لبعض الامراض، فهنا لا الكرويه ولا الحبه السوداء ولا العسل، فانا كنشوف مواد ما عندها علاقه بالشم. كون قلتي لي مثلا المرد الدوش نقول لك واخا، كون قلتي لي مثلا اليازير نقول لك واخا،
ورق سيدنا موسى نقول لك واخا، الكاليبتيس نقول لك واخا، يلا نعطيتك مواد اللي يمكن لك تستعمليهم انيالاسيون باش نحاولوا نحدوا من الشقيقه. ومن الاحسن انكم تغليوا الماء وديروا فيه يا اما معلقه كبيره ديال اليزير، يا اما خمسة ديال الوراق ديال سيدنا موسى، يا اما معلقه كبيره ديال مرد الدوش، ولا أربعة ديال الوريقات كبار ديال مرد الدوش. اذا هاد المواد هذه تخليوها تطبخ مزيان وكتشموا داك البخار، فان شاء الله غادي يساعدكم باش ترتاحوا ويعطيكم واحد الارتخاء. حياه بازي كتسولنا على الاختصاص ديال فحص عضلات العين هي في الرباط، مع العلم انها كتاخذ دواء ديال الاعصاب وكتضخ نتيجه نقص الاكسجين، نصيحتك؟ فاذا قلنا احنا الفحص ديال عضلات العينين اوختوبتيست، يلا قيدوا عندكم اوختوبتيست، وغادي تلقاوها في الصفحه الرسميه سناء الزعيم اصوات، وغتلقاوها على الموقع راديو اصوات.ام ان شاء الله. غادي نكتب لكم السميه ديال هذا الاختصاصي، ولا اختي يعني كيكون اختصاصي واختصاصيه وزورهم ان شاء الله. لطيفه طيب كتسولنا على بنتها عندها 17 سنه وكتمرض بزاف، زارت طبيب عملت ليها كل تحاليل ما طلع فيها والو، لا فقر الدم ولا كريات بيضاء ناقصين، لكن قالت لك يعني شنو ممكن دير؟ غتعرضها على اختصاصي ديال التغذيه، عفوا ما يكون عندك باس دكتور ايمان، غتعرضها على اختصاصي ديال التغذيه هو اللي غيعاونها، لان التغذيه خصها تكون هي اللي دايره هذا المشكل هذا. اذا كنتمنوا الشفاء لبنتك لطيفه، وديها لعند اختصاصي في التغذيه والحميه ويكون خير. متمنياتي لكم بالشفاء العاجل. حنا الان غادي نعملوا